رح نبقى زينب بعالم الطفل، ولكن الكتاب والطفل نتعرف على آخر إصدارات حملت عناوين قصتي تحكي قواعد لغتي وأتعلم الحروف مع الحركات وأنا أقرأ جميعها. كتب ذات طابع تعليمي موجهة للأطفال بقلم الكاتبة سميرة شكر، ضيفتنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك فيكي. أهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا سميرة، يعني جايبتي لنا مجموعة قصصية من كتابتك، أول شيء خبرينا عنها قبل ما نشوفه. هلا في عدة مجموعات جايبتهم معي، أول شيء هي سلسلة أنا أقرأ، هي لتعليم القراءة من الصفر بالتدريج. حلو. بتبدأ من الحرف، كيفية لفظ الحرف، وعاملين عليها رسومات لكل حرف كيف بيلفظ. حلو. بعدين ببلش بيقرأ كلمة كلمتين، بعدين حتى بيقرأ ثلاث كلمات لحتى يوصل للجملة والسطر. حلو كتير. أنا شفت إنه شوي الأطفال عم تعاني بالتهجئة عفوا صحة على البكا، فقلت لحالي إنه لازم أنا أعمل شيء يقدم لهم القراءة بطريقة سهلة وسلسة. نعم. وفي عندي قصتي تحكي قواعد لغتي، هي عن القواعد اللغة العربية بطريقة القصة. حلو. فأنا بعرف إنه شوي اللغة العربية صعبة وجافة، خاصة الأطفال بعمر صغير بيشوا الصف الأول والثاني، شوي صعب أعلمهم الفاعل والفعل والمفعول به، فعملتها على طريقة قصة لحتى أوصلها بطريقة كمان كثير تكون بسيطة. حلو كثير. يعني عنوان الكتب أنا أقرأ، قد ايه حلو هيك هالعنوان، إنه أول ما يمسك الطفل الكتاب أنا أقرأ، يعني هو بلش يحكي يقرأ يلفظ الأحرف. فالفكرة كتير حلوة، إنه رسوم وأيضا كتابات واضحة وأحرف ممكن تساعد الأم أيضا على تعليم طفلها بهيدي الطريقة. يعني الطفل دائما بس تحطي له ورقة وقلم بلا صورة تحسي أصعب، فقد ايه حاولتي الانتقاء بعناية هذا الموضوع؟ تمام. هلا عالم الطفل كثير صعب، يعني كثير صعب انك تعطيه المعلومه بطريقه مباشره، لهيك هي الرسومات رح ترغب اول شيء بالقراءه، ثاني شيء بالدراسه والتعلم. كثير شوي عانينا بهي السلسله بالذات لكيفيه لفظ الحرف، كيف بدي ارسم له الصوره. طبعا مو انا اللي رسمت، الرسامين لهم دور كثير كبير بتوصيل المعلومه غير الكتابه، يعني انا بدي اشكرهم كثير، تعبوا معي بهذا الكتاب. وان شاء الله يكون يعني هيك اقدر ساعد الامهات والاطفال ان شاء الله. يعني عم نشوف مجموعه مثل ما قلنا قصصيه، عم بلش فيها من اول تعليم الاحرف لحتى قصص بسيطه حتى للاطفال. يعني هلا كان معنا فقره يمكن سالي كمان عم نحكي فيها عن قد ايه مهم الواحد يكون في تواصل حتى بقراءه القصص، ونحن عندنا بتحسي في قله بقصص الاطفال او الادب الخاص بالاطفال، قد ايه لقيتي مهم انك تكتبي هيك شيء وخاصه انه يحمل طابع تعليمي؟ تمام. هلا اول شيء القراءه كثير مهمه للطفل، حتى في عملت بحث انه لازم يكون بعمر كثير صغير، يعني حتى من الرضاعه نحن لازم نقرا له، حتى تكون الام حامل وهي الجنين ببطنها لازم تقرا القصص ولازم تقرا للطفل. كثير مهمه الطفل يوعى على القراءه، هو لما يوعى صغير رح يكبر يكون عنده القراءه هي روتين وشي عادي. صحيح. حتى اذا شاف اهله بالبيت عم يقراوا، حتى اذا سمع اللغه العربيه على طول القراءه، فهو رح يكبر على هذا الشيء، فكثير شيء مهم. وكثير القصص البسيطة يعني العمر صغير، يعني إذا انتبهتوا أنا عم نشوف هلا الصور صغيرة. تماما. ما بعرف إذا فينا ناخذها. كثير صعب الطفل إنه يقرأ جمال، يقرأ أسطور، يعني لازم أول شيء بلش سطر صغير بسطر بجملة. ودعمتيها يمكن الرسومات أو حتى طبيعة الورق اللي بيحبه الولد هذا الملون، بحسه مثل القصة يعني. إيه تمام. حلو كتير. يعني أيضا أشكال عديدة، يعني حتى مثلا الواجبات اللي بيقوموا فيها الأطفال، بيفيقوا الصبح بيغسلوا وجوههم، أيضا الرسوم يعني معبرة عن الكتابة، يعني وقت يشوف أيضا الطفل الصورة ممكن يبرمج مخه دغري لشو عم يعمل الطفل. تمام. يعني مثل هون عم يغسل وجهه، فالصورة كمان إلى أثر يعني دغري بتترجم. تمام. احكي لنا عن أثر الصورة أيضا بذاكرة الطفل أو باطن الطفل، بخزنة طبعا. وممكن هو يفهم إذا ما بيقدر يقرأ، يفهم القصة من خلال الصورة. يعني الصورة كل ما كانت معبرة كل ما بتوصل الفكرة للطفل أكثر، فكتير مهمة الرسومات، يعني أنا بنظري كتير مهمة الرسومات للطفل.
لانه صعب كثير انك تعدي وتحطيه وانه تعال نقرا او تعال ندرس او تعال، بس هو لما يشوف الصوره لحاله رح يرغب انه هو شو عم يصير، بدي اشوف انه هو شو عم يصير بالقصه، شو عم تعمل هي الطفله، ليش مرسومه. و نسيت شو كنت بدي احكي. لا عادي، خذي راحتك على مهلك، تذكري على مهلك. إذا بتحبي كمان تشيري لشيء من الكتب كمان سميرة، وخاصة أنه أنت شاركتي معرض الكتاب بكتابنا غدنا، بحكي لنا على هالمشاركة قد ايه مهمة اليوم لكم ككتاب شباب بعدة مثلا مناحي، يوم أنت اخترتي الطفل، قد ايه اليوم مهم هي المشاركة حتى تكوني مثلا عم تظهري موهبتك؟ طبعا مهمة كثير لحتى أنا أقدر أوصل، أنا كثير يعني حلمي أوصل لكل طفل، كتابتي توصل لكل شو حلو لكل طفل. يعني كثير انبسطت بالمعرض، كثير انبسطت إني أنا أعرف عن حالي إنه أنا كاتبة لقصص أطفال. هي لما بتبلش القصة بهواية، الكتابة مالها إنه مو بس موهبة، يعني هي كمان هواية، لازم تكون بتحب الشيء لحتى إنه تظهر فيه، فكان معرض الكتاب كثير فرصة لإلنا إنه نحن نظهر، خاصة إن أنا بكتب لقصص أطفال أو حتى غير كتاب بكتبوا لغيري أو لو حتى روايات كتير. فكتير كان المعرض فرصة كبيرة لإلنا، وفرصة حلو. كبيرة حتى أنا أحتك بالأطفال وشوف أنا شو اهتماماتهم، شو السناطرين، شو بدهم منا، يعني حتى نقدر نحن نكتب أكثر وأكثر لإلنا. حلو كتير. سميرة احكي لنا عن الإقبال، احكي لنا عن الأسعار، لقت استحسان من الأهالي مثل ما بنعرف الظروف هلأ ما بتسمح للكل انهم ينفقوا كتير مصاري، ولكن أكيد أنت حاطة أسعار مناسبة للجميع، فكيف كان الإقبال وكيف أسعارك؟ هلا الاسعار هي بتحطها دور النشر، يعني تمام، يعني بالاتفاق مع دور النشر. حاولوا كثير، انا شفت انه بدور النشر يعملوا كثير حصومات على الكتب، وخاصه على قصص الاطفال، رغم انه هي مكلفه، رغم انه قصص الاطفال ملونه والرسومات كثير مكلفه والاغلفه، حاولوا هنا يعملوا حصومات. ممكن في انا دور نشر شفتها عامله 50%، في دور نشر كثير وزعت قصص هدايا للأطفال للمدارس اللي إجت، يعني حاولنا يكون الكتاب بمتناول الجميع، يعني حاولنا يكون يوصل للكل. حلو كتير. سواء بتخفيض الأسعار أو بتوزيع الهدايا أو شيء، يعني إن شاء الله يكون وصل للجميع. يا رب. والإقبال كان حلو، الإقبال كان كتير حلو، كنا ما أنا متوقعين لهي الدرجة، متوقعين كمان أكثر، يعني حابين نحن يكون أكثر، بس كمان كنا مرتاحين ومبسوطين، يعني الحمد لله كثير كان حلو الحمد لله. نعم سميرة، جايبت لنا أكثر من قصة، احكي لنا عنهم، شو بيختلفوا عن بعض؟ سلسلة يعني متواصلة مع بعضها من الاي تو زد مثل ما بيقولوا. هلا سلسلة أنا أقرأ هي مثل ما قلت إنه هي تعليم القراءة بالتدريج، تمام. الجزء الأول والثاني هي لتعليم الأحرف الأولى، الأحرف الأولى. هلا أنا ما بلشت بالألف باء، بلشت بالأحرف، أحرف المد، الألف والواو والياء، هي أسهل للفظ الطفل. إيه صحيح. هي بسموها برا الفوغاليز، الفوغال ليتر اللي هي الأحرف الصوتية. تمام، الأحرف الصوتية. إذا لاحظتوا هون أنا راسمة حرف الآ كيف عم يرفضوه الأطفال. وحرف الواو. مع حركة التم. مع حركة التم، هي هي الرسومات اللي شوي بقلدوها الأولاد. حتى لقيناها، حتى يقلدوها يعرفوا هنا كيف عم يلفظ الحرف. بعدين حرف الواو، وهيك مشينا بكل الحروف حتى يقدروا الاطفال من الصوره يعرفوا اللفظ. بعدين مشينا بنفس الجزء الاول والثاني، لكل حرف نلاقي كلمه من ثلاث حروف، بس بشرط انه يكون الحروف الثلاثه مارقين معه من اول الكتاب، لحتى وصل لمثل توت، التاء مارقه معه والواو مارقه معه من قبل. بعدين يقرا الكلمتين او هو يميز الحرف بالكلمتين. وبالسلسلتين اللي معكم هي قصص ممكن من الجمله من ثلاث كلمات، بعدين عشان يحفظها قصص كبيره جمل كامله، تمام، مشينا فيها بالتسلسل. يعني هن المراحل بالتدريج لما يلاقي الطفل صعوبه فيهم، كل كتاب لون. قد ايه اخذ معك وقت؟ يعني لانه هذا الشغل بده جهد، يعني بده قعده وتركيز طبعاً. انتباه، لانه لا يحتمل الخطا. قديش اخذ معك؟ صراحة خاصة قصص، هلا هي الكتب التعليمية بتاخذ وقت أكثر من القصص، القصص ممكن تطلع معك الفكرة وتصيغيها بعدين وتضبطيها، أما هذا أخذ كثير وقت، أخذ أكثر من سنة هو عم يتجهز بس كتابة، هذا ما عدا إنه أنا بدي أتواصل مع الرسام، أتواصل مع المصمم كيف لازم تكون الرسومات، كيف لازم يوصل الحرف وكيف لازم توصل الكلمة، لهيك أخذ كثير وقت، بتذكر يمكن أكثر من سنة.
حلو حلو كثير. طيب اليوم يمكن مثل ما قلنا سميرة، أنت شاركتي بمعرض الكتاب، في عندك هيك حلم أنك تشاركي بمعارض تانية أو شاركتي بفعاليات تانية؟ وبالنسبة للتجربة للأطفال، فيكي تتخطيها مثلا لعمر أكبر، مثلا المراهقين أو شيء؟ عندك هيك تسلسل بالأفكار لتوصلي لهالمرحلة؟ هلا انا كل سنه كنت شارك بمعرض الكتاب الدولي لما كان يصير، وان شاء الله هلا بالسنوات الجايه ان شاء الله يتم يرجع مثل اول ونشارك فيها. هلا انا ممكن كتبي هلا من عمر من ثلاث لخمس سنوات لحتى ست سنوات بلش يقراوا بلش يتعلموا القراءه. هلا عم جهز ان شاء الله يكون عندي في شغلات لاكبر، لانه هو كل عمر له خصوصيته، كل عمر له شيء خاص فيه. يعني انا اللي بدي اكتبه من 3 ل 5 ما فيني اكتبه من 6 ل 12، ممكن ما يقبلوا، ممكن ما يتقبلوا انا اعلمهم الحرف واعلمهم القراءه. هلا عم بشتغل على قصص شوي اكبر، ان شاء الله يعني هي لها علاقه بقصص قبل النوم. حلو. عندي ان شاء الله اصدار جديد بدي طلعه قريبا اسمه تصبح على خير. هي قصص لازم تنحكى قبل النوم، خيال لطيف، ما له خيال واسع، هو خيال مثلا انه طفل يحكي مع نجمه او طفل تجي جنيه اسمها جنيه سعاده. يعني ان شاء الله يكون حلو، هو العمر اكبر ان شاء الله يتقبلوه، ان شاء الله يكون أكيد مثل ما بدهم يعني. تمام. يعني ايضا احكي لنا شو مشاريعك، يعني هي ضليت سنه هون، جهد تعب سنه لعملنا هذا النتاج، وكنت مشاركه بمعرض الكتاب، شو حابه تحضري شيء ثاني مثلا؟ شو حاطه هيك رسمه بمخيلتك؟ هلا في يعني هي طموحي ما له حد بموضوع الاطفال، يعني حابه اوصل لهم بطريقه كثير كبيره. يعني بدي اكتب لعمر اكبر، بدي اكتب لكل الاعمار، بدي اكتب من 3 ل 5، بدي اكتب من 6 ل 12، بدي احاول اكتب للمراهقين، بدي احاول اوصل ان شاء الله يعني لكل بيت في طفل. و احكي احكي على خدي عندك اطفال؟ عندي اطفال. عندي طفل عمره 3 سنين. هو لما بتعيشي مع الطفل فيك تطلعي افكار اكثر، بتفهمي عقله طبعا، وفي ما كان كل ما انا كان بتواصل معه اكثر كل ما فيني اكتب له اكثر. فهلا ان شاء الله من ابني عم طلع كثير افكار. عندي كمان مشروع جديد هذا استوحيته من ابني اسمه المكتشف الصغير. حاولت بدي اعرفه على العالم من حواليه، شو في اشياء، شو في شيء مسميات، شو في شغلات لازم يتعلمها، النظافه، الحمام، يحب الحمام، كيف يكون عنده صداقات جديده، حلو اجتماعي، يكون اجتماعي، يكون عنده مبادرات هو حتى لو كان بعمر صغير. كمان ان شاء الله هي قريبا رح تصدر ان شاء الله. بدنا نتمنى لك التوفيق سميره، والله يخلي لك ابنك ويخلي اولاد العالم كله، وان شاء الله يا رب هيك بتقدري انت بتحققي جزء من طموحاتك الكبيره، اللي هي اكيد الانسان ما بتوقف طموحه عند حد معين، وهذا دليل انه نحن فينا نستمر، فينا ننجح، فينا نقدم اكثر واكثر ان شاء الله. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك يا سميره على المساحه اللطيفه، وان شاء الله بتوصل السلسله القصصيه لكل بيت. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للاستضافه اللطيفه. اهلا وسهلا.